أكد سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال أن القطاع الخاص يعد شريكا مهما في تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات العامة بما يحقق الأهداف المشتركة. أشار الحواج إلى حرص الوزارة على تنفيذ مشاريع الصرف الصحي من خلال توفير شبكات وخطوط نقل بتقنيات حديثة والعمل على توسعة دائرة المستفيدين من هذه الخدمة المهمة خلال توقيعه عقد مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي في مجمع 1016 باللوزي ومجمع 1203 بمدينة حمد. قال الحواج إن المشروع يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي تضعها الوزارة لتعزيز استدامة وكفاءة منظومة الصرف الصحي في ظل التطور والتوسع العمراني الذي تشهده مختلف مناطق مملكة البحرين. أشار الحواج إلى أن المشروع يشتمل على بناء شبكة صرف صحي جديدة لخدمة 968 عقارا في اللوزي ومدينة حمد من خلال بناء خط صرف صحي رئيس لتطوير البنية التحتية في المنطقة.